بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيثم يسمى المتابعين ديالنا داخل وخارج أرض الوطن، واحد تحية كبيرة من أخوكم سفيان. الأخبار مفرحة إن شاء الله مستمرة. أعضاء اللجنة العلمية وأحد أبرز الأعضاء وهو سي الإبراهيمي في آخر خروج له صحفي كيأكد أنه حان الوقت أمام الحكومة، يعني هذا هو التوقيت للحكومة المغربية باش تسمح لدخول الجالية بشروط، وهي اللي ما ملقحين شي يدخلوا فقط بالتيست بي سي ار، واللي داروا الجرعات الكاملة يعفيوهم من تيست بي سي ار. الخبار يتترجم مرة آخر خروج أحد أعضاء اللجنة العلمية تسنيت مارا الإبراهيمية تغذير شهورة ثنية قبلت ونصدعيك نيو شوية الأعضاء اللجنة العلمية، وانت تي أبرز عضو ذي اللجنة العلمية إن سنين الحكومة تذر وقت، يعني كالنهايه ان شاء الله انشهره اذا غتصدر القرار ان شاء الله مني يعني القرار ني هذه سيري ان شاء الله. يوذن ويقلبوا التلقيح هدف فقط ستيست، يوذن ويقلبوا التلقيح هدف ستيست، اما يوذن يقلب التلقيح الكامل اثناء عفون ستيست بي سي ار. شنو مثلا الدول ممشي تقرخوا فرنسا هذا كندا وقد خزام رخو بالمصادر، يعني بالمصادر اللي كتأكد هذا الخبر بالله أحد أبرز أعضاء اللجنة العلمية، يعني الأخبار المفرحة تتوالى وهذا كان مطلب الجالية. ولكن ما نساوش الجالية المغربية، يجب أن يكون هناك ضمانات من الحكومة لأن الجالية تعذبات بزاف من ناحية الإغلاق اللي كان في الشهور الماضية. المغرب كانوا كنعرفوا أنه كان كيفتح، ولكن كان كتكون هناك قرارات فيما يتعلق بالإغلاق وكان هناك معاناة. سواء تشاهد ما دي اسمع إلا قد وذيني شان معاناة مغانت سالقرار أن يثني تغطيك الحكومة سواء سعد الدين عثماني يعني القرارات يتغيق عاوض الحكومة عزيزة خنوش من ناحية باللعر. مهم واضح خباري صفارحنا الطاس ونفع عوض كذلك في الزشت قد قولي ماندو هولندا تقريبا والسيما المشكلة ديني من زي آخر عن جيشن تغتيار خو آخر فيديوهات يزين توصل وتقريبا جميع المحلات في ألمانيا انقراض الزيت الزيت تقولي ما يجن معاناة وممشي قاع المعاناة. أنا في التفاصيل نزش مش دومني غن هو الخباريت وترجم ماراني وهذا المطلب للجالية المغربي والناس اللي داروا الجرعات الكاملة يدخلوا بدون تيست، لأنه المصاريف إضافة إلى أغلب الجالية المغربية حاليا كدير التلقيح فقط من أجل الدخول إلى المغرب، هذه مسألة واضحة. وأيضا بزاف ديال الشباب من الجالية ما ملقحينش وكانوا كيطلبوا يدخلوا البلاد فقط بالتيست بي سي ار، ونزيد المطلب منهم تقريبا خاز الاجماع يوذان يغين تيسينا في قناه شي ميمي غنتيست من زي المصاريف الطاس تيست يعني خاص عاود ثمن بين سياره. نتمنى سكواسه ويتري باش نثمنا يغرم الطاس من زي بكل صراحه يكفي المعاناه يعذب الطاس الجاليه سن ثاني دعاد تياره في غرانت فيقصح العار عاود مش دوم نغنوا اغلب نوذان الشباب أكثرية قنشين السن أغلبية الشباب في أوروبا كين بوي سيناف تغت الثاني لدى فنس تيستوها ذماني إنين أحد أبرز الأعضاء اللجنة الإعلامية في آخر الخروج الناس وانت تذر وقت نغآن الأوان إن شاء الله هك النهاية الشهارة مارس من زي غدين يديجن قرار حكومي إن شاء الله متوقع أربعة قانك البداية إن شاء الله أربعة يعني البداية من أبريل الذي ظهر شا قرارات نخش المستجدات جديدة ومن أبرز هذه المستجدات مشتنا اللجنة العلمية يعني وقت تاع حمارة المغرب أضيف فقس دقان الشروط تجار قاسية خلجالية شنو مثلا كباقي الدول العالمية أنه ضعفون يوذان يجين جرعات تلقيح مارة أثناء عفون ستيسن بي سي ار من زي قجين تلقيح ويوذان ويجين به سيناف هنجني إن شاء الله تعالى دفن ستيسن نيوها وانت تغذ المطلب يعني منخاس الجميع وتغى مطلب انجالية تقريبا بصفة عما توف وضع المطلب غاسن واني خاص الرحلات البحرية مش دومني أكثر ينصحف حاليا سوارنت بلا المغرب إن شاء الله تعالى نهاري قرر في عملية مرحبة كثير إن شاء الله سكوسة هاتيري مية دمية والرحلات البحرية هذي رينت والخبر غير نصفارح مرة وميعذر العلاقات جاء المغرب إسبانيا كوشي السور ذي المغربية ما ذي اسمى بالذي لذا الخط البحري الإسبانية سكوسة هذي يثغى المغرب واني عوتو المطلب نوم مرة ولكن بدأت ستاق هيث ما ذي اسمى يخسانغ دائما ضمانات دائما وانا الزبوء أتعدب شنو
السنوات نيتو غيعدون تعذب من مزدغاف تعذب من فاوز دغاف من ناحيه القرار يدي الدان غا نعاش نتجير في خصنا ملي نعماسه الثوب من زيدهم بقى غربدا يخصنا غير ان شاء الله تعالى الضمانات ثم الضمانات ثم الضمانات ضمانين خو انا في المستجدات نزشت من زي نسن المعاناه تم قرانين وشا والصينغ والصينغ ميمش غاو ممكن يوذن دي الأجواء سواء بلجيكا فرنسا إسبانيا من زيراد هولندا كذلك. المهم نقيل شوية تكر بعض فيديو هذا ركز ذكي انه أغلب المحلات التجارية دي ألمانيا زشت وهلو قيم ذكينا أقوم سيد الخوذة عوض آلدي آلدي عوض نفس المشكل ورن أقوم لو دعوذ ولو أقوم سيق دعوذ غيبة غيبة عوذ ولو أتوذي في شعر ذاق لا رجال نسي هو ورم أقوم دعوذ نهارا الزشت ما موجود نغلى نهارا قوم نهارا قيدا ذي بيني بيني ماك قوم مازال عاد زشت عاد والو قوم مشى نسي خواه قوم سمج بين شوط ديال الزيتون وهدروست سودي سودي قوالو قيو ظل مريا الزول قوم سقط عاود غاج مكيزا ندير قناص نوما قوم عاود دوالو قوم ديني غادي هني ديني ست ست ناين ناين يترو من التسعة ورم ولو مازال فقود عاد يقوم غير مشي نسودي يقوم توقي ما يدي كاوسي غاس عاود عاود ولو غاس الشا زشت نيه شمرات ولو فقود قوم مشي نسقط عمان داوين هاد الحوايج دا دانون دوين غير جيت نيه قوم تخوا عاود ولا والو الزنان أقشى أنا أقشى يمشى الناس والو أقشى أقشى 50 سنة في السكر يمشى الناس والو السكر موجود حلو أقشى يمشى الناس تشتعول أقزون بلوم أولي والو أقشى 2.49 إريترو على كده أقشى يمشى الناس والو يتصفى إلا يشفايدة إيوا تذر وقت هذا الزشت إذا خسر عزيك والسين غيث ما قرب دقاق تعليق نوم إني ثيت المنطقة من زي فيديو هثاء زي هولندا ظوليمان قزريم هولندا ظوليمان وتسري ما كيدي مليح الأسماء للمحالف تقريبا قزشت وجبوه الوا ينقرار وتفتح بوش الله الله المستعان هذا أنت تنختتم فيديو يجن تحية تنقران إن شاء الله تعالى مريم ما غنقشان فيديو جديد نطفق دمو سير سنت مازيغ تنقارهم أخي المسجدات إني تسقسان القرار ما يطبق مالا قاقاهم يذ معيز المازال أرحمة ما مش قاد جورنال ذي المغرب من شنو يوم درخبورة وها أرحمة إن شاء الله المغرب هذي السيور حالة الطوارئ السنين مباشرة أذين إن شاء الله تعالى تعديل الشروط والأخبار المفرحة يعني قذين ينشن قارس ذات بان قبل يعني الخبورة قصة ورنت بلي إن شاء الله تعالى الخبورة صفارح نسوطس وطس وطس هذو مكسن تلقيح نيجنس بالسيف كنو تجنة تثم سبيسي أروح هذا تتين أنا اختتم فيديو يجن تحية تنقرب زيوهم سوفيان إن شاء الله تريم الصحة والسلامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.